يشكل مشروع تطوير نظام النافذة الواحدة أفق 2 التابع للجمارك بوزارة الداخلية بوابة إلكترونية تدير مختلف الإجراءات الحكومية المطورة والمتبعة دوليا، حيث يأتي المشروع ضمن استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين الذي يدعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة أمل عيسى بوجندل، مدير إدارة نظم المعلومات في شؤون الجمارك بوزارة الداخلية. أهلا بك في نشرة الثالثة. وبداية، قامت شؤون الجمارك بتدشين الخطة الاستراتيجية 2021-2024، وبعد تنفيذ المرحلة الثانية من نظام النافذة الواحدة أفق 2 أحد الأهداف الإدارية لتحقيقها، لو تحدثينا أكثر سيدة أمل عن المشروع. مساكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيكم. طبعا لا شك أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مشروع نظام النافذة الواحدة أفق 2 يعكس مدى أهمية هذا المشروع سلمك الله في دفع عجلة الاقتصاد وأيضا توفير فرص واعدة للمواطنين. فالنظام يعد بمثابة بوابة إلكترونية تراعي فيها مختلف الإجراءات الحكومية والمتطورة. طبعا النظام سلم إن شاء الله راح يضم كافة الجهات المعنية بسلسلة التوريد، وأيضا راح يتحقق فيها التكامل الإلكتروني والتبادل الرقمي بين مختلف الأنظمة العاملة ضمن الدائرة الجمركية. نعم. طبعا من خلال ضم مختلف الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بذوي المصلحة، فعلى سبيل المثال الشركات المشغلة للمنافذ، شركات النقل، وأيضا وكلاء الشحن وغيرهم من مختلف الشركاء. نعم، وكيف يقوم النظام تحديدا بتبسيط وتعزيز الإجراءات والضوابط الجمركية لتقليل التدخل البشري؟ حبيت أوضح بخصوص تخليص البضاعة. النظام راح يسمح للشركاء سلمك الله أن هم يقدمون المعلومات والوثائق الموحدة من نقطة دخول واحدة في النظام، طبعا تراعي الضوابط المتعلقة بالاستيراد ومتعلقة بالتصدير. والشيء الآخر اللي حبيته بينه أن هذه المعلومات الموحدة يمكن للجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بعملية التحقق والموافقة أن هي تستقي نفس هذه المعلومات الموثقة في النظام، فبالتالي راح يكون هناك تخفيف في العبء الإداري وايضا العبء اللوجستي. نعم. وفي نقطة جدا مهمة حبيت اني انوه عليها، ان احنا دائما في عملنا في شؤون الجمارك نراعي عملية التوازن من بين الدقة وسرعة الإنجاز ومن بين حماية الحدود من دخول البضاعة الغير مرغوب بها او الغير مشروعة. طبعا النظام راح يطبق معايير المخاطر على الشحنات مع ضمان ان احنا نتم عمليه التخليص لتلك البضاعه خلال الوقت المعياري المتوافق عليه وما نتجاوزه، من خلال طبعا التعاون الفعال والسلس مع مختلف الشركاء العاملين معنا في الدائره الجمركيه والمعنيين بعمليه المعاينه والتفتيش. نعم، سيدة أمل، ما هي التقنيات الحديثه التي سيتم استخدامها بالمشروع لتطوير العمل الجمركي؟ طبعا دائما شؤون الجمارك سباقه في توظيف احدث التقنيات والحلول الذكيه لتدعم موظفينها وعملهم في المنافذ. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، سيتم توظيف تقنيه الذكاء الاصطناعي واللي ان شاء الله راح يكون لها دور جدا بارز وفعال في التحصيل الفعال للايرادات، تقييم وتحليل المخاطر الجمركيه ورموز التعرفه الجمركيه، فبالتالي راح يكون هناك استغلال امثل سواء للموارد البشريه وايضا المعلوماتيه. نعم، السيدة أمل عيسى بوجندل، مدير إدارة نظم المعلومات في شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.